يعني مش هقول حاجة على الكلام اللي انت قلتيه، ولكن الواحد فخور بيه. امبارح لعبوا لعبة حلوة جدا، واعتقد الناس كلها كانت مبسوطة جدا امبارح. فعايز اقول لحضراتكم كمان ما ننساش بعد نجاح النادي الاهلي امبارح وكل الناس كانت مبسوطه، كمان نشجع ان شاء الله النهارده فريق الزمالك. كلنا هنكون مستعدين وعايزين نتفرج عليه، كل الجماهير لازم تشجعهم علشان هيكون ماتش مهم جدا. النهارده هيواجه الرجاء المغربي في المغرب في ماتش الذهاب من الدور قبل النهائي لدوري ابطال افريقيا، والعوده الاسبوع اللي جاي ان شاء الله. بنتمنى كل التوفيق للفريق الابيض ابو خطين حمر، بشجعهم كل قلبي، وان شاء الله باذن الله ينيم كل جماهيره كمان مبسوطه وسعيده باذن الله. ويا رب دايما كده حاجات حلوه وكلنا نشجع بعض يا لميس، دي اهم حاجه. يعني لازم يكون عندنا روح رياضيه. أيوة. يا جماعه الروح الرياضيه مهمه جدا الفتره دي، نفرح لكل الناس اللي بتبذل مجهود واللي فعلا بتشتغل كويس في الملعب.